استاذه مها الاول قولي لي قراءتك ايه لقانون الاحوال الشخصيه الحالي المعمول به حاليا، ايه اهم ما يميزه، اهم عيوب هذا القانون؟ خلينا نقول ان احنا القانون الاحوال الشخصيه المعمول به حاليا هو في الحقيقه قانون كارثي من حيث التطبيق. لدرجه كارثي؟ لدرجه كارثي من ناحيه التطبيق، مش من ناحيه القانون وما هو موجود فيه. التطبيق له علاقه بفكره انه في ثغرات، يعني في نصوص مثلا مش يعني صعب على التفسير، مفيش فيها نصوص واضحه، وبالتالي كل منا له فيها اجتهاده. يعني مثلا لما ست بتيجي ترفع خلع، في بعض المحاكم بتحكم لها بالنفع حتى تاريخ التطليقه خلعا، وفي بعض المحاكم تقول لها لا، اول ما تقدمي طلب التسويه انت مالكيش نفقه، وهي مدام لسه ما زالت على ذمه الرجل ما بتقدرش تاخد معاش من الدوله ولا يكون عندها حد اخر يكفلها، وخاصه لو كانت فقيره او ما عندهاش دخل غير دخل الزوج، فطبعا بتبقى مشكله. دي مثلا حاجه من ضمن الحاجات. من ضمن الحاجات ايضا ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع النفقات، انه النفقات المعمول بيها لا تتناسب مع العصر ومع زياده في الاسعار الكارثيه اللي احنا عايشين فيها. الحاجه الثانيه انه بتبقى الست داخله المحكمه، هي اصلا داخله عشان تجيب لعيالها، يعني تطلب نفقه ماكل ومشرب وملبس، يعني معهاش اساسا الفلوس اللي تقتض بيها. نطلب منها ان هي تقعد في المحكمه سنتين عشان تقدر تنفذ حكم النفقه، ولو قدرت تنفذه ولما تيجي تنفذه تنفذه كمان بالتقسيط، يعني يجي الزوج يدفع تقسيطا او الاب لاولاده. يعني عندنا في الحقيقه حاجات في القانون لا رهيبه. من ضمن التفاصيل مثلا انه الست بعد لو قعدت مع الزوج لمده مثلا 25 سنه اصبح تعدت سن الأربعين، بعد سن الأربعين يكون ولادها كبروا وتجوزوا وما عندهاش حد ان هي ينفع تكون قاعدة في المسكن بصفتها حاضنة، وبالتالي لو حصل اي خلاف واتطلقت وهي ما بتشتغلش وما عندهاش حاجة تاني نرميها في الشارع. دي كمان من ضمن الحاجات الصعبة جدا، واللي في الحقيقة فيها عقوق مجتمعي، انه في النهاية دي مسؤولية مجتمعية مش مسؤولية فقط الزوج العاق او الزوج اللي اختلف مع الزوجه، لا دي مسؤوليه كمان على المجتمع. فبالتالي في تفاصيل كتيره في القانون الحالي لابد فعلا من يعني النظر اليها. كمان فكره انه القانون الحالي لو دخلت الست المحكمه عشان حصل نزاع بينها وبين الزوج ترفع 13 قضيه، في حين هي اصلا ما عندهاش فلوس تخش المحكمه. يعني قضايا الاحوال الشخصيه غالبا اللي بيخش المحكمه غالبا اللي محتاج فلوس. طيب انا ليه ما اعملش ملف واحد؟ ملف واحد في طرفي النزاع، قاضي واحد ينظر ملف واحد يصدر فيه حكم واحد بكل التفاصيل المتعلقة بالطرفين. في الحالة دي هتبقى المحكمة رول فيها أقل، أقصد عدد القضايا، يعني هنحتاج موظفين أقل، هنحتاج حجاب أقل، القاضي بدل ما يكون قدامه 30 قضية أو 100 قضية في اللي ممكن يبقى قدامه 10 ملفات فقط، وهو اللي هيكون ماسك بكل التفاصيل، وبالتالي يستطيع أن يصدر حكم شامل غير مجتزأ. دي من أهم التفاصيل تقريبا يعني. طيب.